مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم في الصميم. وسننطلق من مبدأ أن كل من يطمح في أن يكون نائبا أي ممثلا للشعب يجب أن يدرك المسؤولية الكبرى التي تحمل في مضمونها المهام الدستورية للمجلس الشعبي الوطني، لأنه يشرع ويراقب وأكثر من ذلك، وهو طرف مهم في معادلة مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها. ومعنا للتفصيل في هذا الموضوع الدكتور رشيد لوراري، أستاذ في القانون الدستوري. مرحبا بك دكتور. مرحبا، أهلا. شكرا. ومعنا أيضا الدكتور عبد القادر صوفي، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك. مرحبا، شكرا للاستضافة. شكرا. إذن في البداية دكتور لوراري، حتى يتحتم على كل مترشح أن يحمل معنى المسؤولية الكبرى التي ستكون على عاتقه حين فوزه بالمقعد، أن تكون نائب الشعب ممثل للشعب في المجلس الشعبي الوطني، ليس منصبا سياسيا عاديا بل يستمد صلاحياته من الدستور، فحسب الدستور يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسة الدستورية التي يختارها، ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين. فلما نقول سيادة الشعب نقول مسؤولية كبيرة جدا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أنا سعيد جدا بوجودي في هذا البلاتو. شكرا. معك ومع مرحبا بك الأستاذ. أكيد بأنه ما نرجع للمادة السابعة والثامنة من الدستور نلقى بأن السيادة هي ملك للشعب، يمارسها طبعا من خلال المؤسسات الدستورية ومن خلال ممثليه المنتخبين وأيضا من خلال عملية الاستفتاء. وعندما نتحدث عن ممثليه المنتخبين نعني بذلك نواب الشعب الذين يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري كما هو منتظر في الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 12/6، وبالتالي فهم يجسدون إرادة الشعب. والدستور نفسه أيضا ينص على ضرورة أن يبقى هؤلاء النواب المنتخبون الممثلون للشعب يبقوا أوفياء لإرادة الشعب، بل ويتحسسون مختلف القضايا والمشاكل التي يعيشها الشعب. من المنطلق أن هؤلاء النواب، وبخلاف ما يروج له من قبل بعض القوائم، فهؤلاء النواب هم نواب للشعب ويجسدون الإرادة العامة لمجموعة هيئة الناخبين على المستوى الوطني. بعبارة أخرى، فالنائب بمجرد انتخابه على مستوى دائرة الانتخابية يصبح ممثل للأمة جمعاء، وبالتالي فيجب أن يضع في اعتباره في اهتمامات الانشغالات والمطامح والأمال لمجموع أفراد الشعب، وهو ليس ممثلا دائرة الانتخابية. نعم. أي ولايته. ومن هنا نقول بأنه تقع على نواب الشعب مسؤوليات جسام، مسؤوليات كبيرة. نعم. وعليهم أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية، وخليني نقول وعلى الأقل في مستوى الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام هيئة الناخبين أثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية. ولذلك أنا نقول بأنه هؤلاء النواب، خاصة إذا كان نتكلم على برلمان. نعم. برلمان التغيير، برلمان لأول مرة يلقى هذا الاهتمام وهذا الإقبال الكثير من طرف مختلف فئات الاجتماع للمشاركة، وخاصة فئات الشباب، إذ أنها بعض القوائم يعني هي 100% تتشكل من الشباب. ولذلك أقول بأن التحديات هي كبيرة وكبيرة جدا أمام هذا البرنامج المقبل والمنتظر، بغرض طبعا على الأقل مواجهة مختلف القضايا والمشاكل التي يعرفها المجتمع الجزائري في هذه المرحلة، انطلاقا طبعا للمرحلة المستقبلية. نعم دكتور صوفي، يعني في نفس السياق هنا يتعلق الأمر بمصلحة الشعب، المصلحة العليا للشعب والمصلحة العليا للوطن أيضا. فكما ذكرت يعني ليس هو منصب سياسي عادي، لكن من المهم أنه كل مترشح يدرك بثقل هذه المسؤولية، ويعرف أيضا كل القواعد الأساسية لهذه المهام التشريعية والرقابية لمجلس الشعب الوطني مستقبلا. شكرا. أولا شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللدكتور لوراري وكذلك للمشاهدين الكرام. دعني أقول أنه يفترض أن المترشح لهذه
الانتخابات أو للتشريعيات أنه يدرك مسؤوليات ومهام ما هو منوط به، وعلى ذلك يفترض أنه يمتلك الكفاءة والنزاهة التي تمكناه من لعب دوره المستقبلي في سواء كان في تمثيل الشعب أو مرافقة الهيئة التنفيذية أو مراقبتها أو لعب دور البرلمان كما هو عليه. لكن هل السؤال هل يكفي أن يكون المترشح فيه هذه النوايا أو قد يكون غير ذلك؟ أنا أقول أن المسؤولية الأولى تقع على المواطن في اختياراته، لأنه اليوم صح عندنا أكثر من 1600 قائمة لتقريبا أكثر من 15,000 مترشح على المستوى الوطني، هي 288 قائمة بالفعل بين قوائم حزبية مستقلة ومستقلة. إذن هذا يؤكد أولا على مدى تجاوب المواطنين أو على الأقل نقول النخبة مع الأهمية المرحلة لاستكمال جسد الدولة الجزائرية التي الآن ينقصها هذا الهيئة التشريعية من أجل البث في تنفيذ استراتيجيات الدولة الجزائرية. هل البرلماني والكثير ربما يظن أن المترشح البرلماني سوف يقدم أشياء لمنطقته أو لدائرته الانتخابية، لأنه حتى هو في ربما في أكثر الأحيان أنه هؤلاء المترشحين يكاد أن ينالوا أغلبية الأصوات في الدائرة من الولاية وليست كل الولاية، لكن لما يصبح نائبا لا يمثل لا دائرته ولا ولايته بل يمثل الوطن بحكم أنه سيساهم في صياغة أو في المصادقة على النصوص القانونية، في المصادقة على برنامج الحكومة، في مساءلة الحكومة، في مرافقة الحكومة. إذن عمله أو العمل الذي يقوم به هذا البرلماني سيكون ذو طابع وطني وليس ذو طابع محلي خاص، حتى أن لما يأتي إمكانية اقتراح القوانين بناء على مجموعة من الظواهر التي تشوب منطقة معينة وتتساوى معها مجموعة من المناطق، هنا البرلماني يحمل هذه أو هاجس المواطن إلى قبة البرلمان من أجل البث في عملية بناء قوانين أو على الأقل بناء ما يمكن القضاء على هذه الظواهر التي تضر بالمواطن. لكن أيضا دعيني أقول لما المشكل يكون محليا ويكون حالة شاذة فلا تساغ من أجلها القوانين، بل تؤخذ بعين الاعتبار في عملية استعجالية من أجل أن تصبح تدخل دون الستوندار ناسيونال. يبقى في نهاية القول أنه أنا أقول أنه الناس اللي ترشحوا نعرف منهم الكثير سواء كانوا من الناس اللي كانوا مؤيدين من قبل أو ضد، على الأقل فيهم الصفة الوطنية وأنا أظنه كذلك، هم أمام مسؤولية تاريخية، مسؤولية وطنية، ويجب أن تتوفر فيهم هؤلاء الكفاءة والنزاهة، وتلك لا يمكن ربما رؤيتها إلا من خلال المواطن الذي سوف ينتخب عليهم. نعم فعلا دكتور، من البديهي أننا نعلم أو نعرف مهام المجلس الشعبي الوطني، لكن أظن من الضروري أن نشرح ذلك، خاصة ما كرسه الدستور الجديد بالنسبة لهذه المهام. يعني في هذا الشأن نحن مقبلون على تشريعيات لم يبقى الكثير، ومن المهم أن تكون لدينا تفاصيل حول مهام هذه الهيئة التشريعية، يعني غرفة من غرفتي الهيئة التشريعية هي المجلس الشعبي الوطني، غرفة الدنيا. نعم، إذن نشرح ذلك للناخب وحتى للمترشح، لما لا؟ يعني حتى هو معني بالأمر، ربما هذه التفاصيل تفيده أيضا. نبدأ بالاختصاص التشريعي، أي يعتبر التشريع وسن القوانين الوظيفية الأصلية المجلس الشعبي الوطني، فهو صاحب الحق في اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها.
مع أنه هذه الوظيفة لم تفعل سابقا، يعني ما شفناش أنه كان فيه مبادرات لسن القوانين، يعني كان المجلس الشعبي الوطني يستقبل القوانين ربما يناقشها ويصوت عليها، يعني ما أهمية هذه المبادرة، مبادرة سن القوانين، أي أداء المهمة التشريعية في حد ذاتها؟ طبعا لما نرجع للدستور نلقى يوضح ويفصل في هذه الجوانب من مهام البرلمان بغرفته، وعلى وجه التحديد المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أن البرلمان يتشكل من غرفتين، هو التشريع أي سن القوانين، وضع القوانين اللازمة التي تحتاجها الدولة الجزائرية والأمة الجزائرية. هذه هي المهمة الأساسية. إحنا نقولوا بلغة القانون، قلنا هو اختصاص أصل من اختصاصات السلطة التشريعية على غرار ما هو معبول به في كافة الأنظمة السياسية في العالم. إلى جانب هذه المهمة الدستور أعطى أيضا، ممكن نرجع لها بعد بالتفصيل لأنها مهمة جدا، اللي هي مراقبة البرلمان لعمل الحكومة، وعلى وجه التحديد المجلس الشعبي الوطني لبرنامج عمل الحكومة. سوف نعود طبعا لما نرجع للنقطة الأولى أو المهم المهمة الأولى وهي سن القوانين. نعرف بلي لسن هذه القوانين اللي وضع هذه القوانين من قبل المجلس الشعبي الوطني، هذه القوانين إما أن تأتي مشاريع القوانين بمبادرة من الهيئة التنفيذية، وانت طرحت هنا إشكالية كبيرة وأنا أشكرك عليها، أو تأتي باقتراح من النواب، باقتراح لمشروع قانون من طرف النواب. لما نرجع احنا للتقييم نديروا عملية حساب بسيطة، خلال عشرين سنة النواب لم يبادروا إلا بقانونين اثنين، ولما نرجع لطبيعة هذين القانونين نلقى بلي قانون من هذه القوانين كان يتعلق بالعلاوات التي يتقاضها النائب أو المنتخب في البرلمان، يعني يتعلق الأمر بمصلحة شخصية وذاتية، يتعلق الأمر أساسا بالمصلحة الخاصة لهؤلاء النواب. في حين أننا لما نرجع للدستور نلقى بأنه المادة عندنا المادة 139 تحدد من الدستور ما هي المجالات التي يتم فيها التشريع بموجب قوانين عادية، حتى أنه هم الدكتور في 30 مجال يعني للتشريع. بارك الله فيك. كبير. ولما نرجع لهذه المجالات نلقى 30 مجال، في السابق كانت 29 مجال، أضاف دستور 2020 مجالا آخر أصبحت 130 مجال. المادة 140 التي يتم أيضا حددت لنا ما هي المجالات التي يتم التشريع فيها بموجب قوانين عضوية، وهي 6 مجالات. إذن المجموع 36 مجال يتم التشريع فيها بموجب قوانين، سواء كانت قوانين عاديه وما كان لهنا باش يعني نعمروا راس المشاهد ما هو القانون العضوي وما هو القانون العادي. المهم احنا بانه هذه المجالات كمجالات اساسيه، كمجالات هامه، كمجالات استراتيجيه تتعلق بالحياه اليوميه للمواطن، هي التشريع فيها ومن مهام وصلاحيات البرلمان وعلى تحديد المجلس الشعبي الوطني. السؤال المطروح، ماذا قدم هؤلاء النواب خلال المراحل التاريخية السابقة، وما يمكن أن يقدمه النواب المنتظرون بعد انتخابات 12/6 في هذا المجال؟ أنا نظن لذلك أنت أشرت بأنه المسؤولية كبيرة وثقيلة على عاتق البرلماني المقبل. لا يكفي أن نرفع تحدي التجديد والتشبيب لهذه الهيئة، بل أيضا يجب التحدي الأكبر من وجهة نظري هو تكفل البرلمان المقبل وعلى وجه التحدي المجلس الشعبي الوطني بهذه المهام الأساسية، وأن لا يبقى هؤلاء النواب ينتظرون فيما يأتيهم من مشاريع قوانين من قبل السلطة التنفيذية، يعني المقصود الحكومة هنا، بل عليهم أن يبادروا في مختلف المجالات وما أكثر هذه المجالات. أي قطاع من القطاعات ناخذه ولا أي مجال نلقاه، ناخذ مثلا قطاع التربية باعتباره قطاع أساسي واستراتيجي ويمس كل عائلة جزائرية، ناخذ قطاع الصحة وما تعانيه الصحة في هذا المجال، قطاع الفلاحة ونحن نتحدث على ضرورة إيجاد البدائل بالنسبة للبترول كمورد واحد للعملة الصعبة إلى غيره. يعني ما كانش أي قطاع تخدمه، قطاع الشباب باعتبار أن الشباب يشكل أيضا قطاعا أساسيا واستراتيجيا بالنسبة للجزائر إلى غيره. يعني كل القطاعات تحتاج إلى إعادة نظر، إلى تحيين، إلى تفعيل، وهذه أنا أعتقد بأنها ستكون من بين المهام ومن بين التحديات الأساسية للبرلمان المنتظر وعلى وجه التحدي المجلس الشعبي المنتظر في مجال على الأقل خليني نقول تحيين المنظومة التشريعية التي تحكم مختلف هذه القطاعات والتي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للفرد للمواطن الجزائري.
ربما لما نقول تحيين أيضا تفعيل ربما دور البرلمان في الحياة السياسية الوطنية، فكيف يمكن يعني ربما ما نقدروش نقول بأنه شاب ما عندوش خبرة سياسية ربما في التسيير أو حتى خبرة تشريعية، لأنها أمور قانونية دقيقة، صنع القوانين وهذه المهام التشريعية، يعني هل تتطلب تكوين سواء ذاتي بالنسبة للمترشح؟ يعني ما يروحش يقبل على الترشيحات لمجلس الشعب وطني هكذا، لأنه كما قلت المهمة التشريعية مهمة دقيقة جدا. فهل يعني هنا يتعلق الأمر أيضا بضرورة التكوين السياسي وربما حتى القانوني بالنسبة للمترشح ونائب المستقبل؟ هي في الحقيقة مدام هذا النائب سيمثل من؟ سيمثل المواطن في البداية. نحن في حالة العقد الاجتماعي أو العلاقة الموجودة بين الحاكم والمحكوم، وبالتالي هو يمثل مطالب الشعب أو تصورات الشعب أو قيم الشعب في مرحلة أولى، لكن أيضا سوف يمثل العملية المرافقة للحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تأخذ بعين الاعتبار المسعى القيمي، المسعى الاجتماعي، والمسعى الاقتصادي. كل هذه لا يمكن التفرقة بينها، وكما ذكر الأستاذ اللورالي أن هناك قطاعات هي العمود بمثابة العمود الفقري بالنسبة للدولة، مثل قطاع التربية، قطاع الصحة، القطاع الثقافة، قطاع الشباب. هذه قطاعات على الأقل في البنية الاجتماعية لإعادة المواطن. نحن ربما وصلنا إلى درجة أين أزمتنا لم تكن تعود الأزمة السياسية بقدر ما أصبحت الأزمة الأخلاقية، والأزمة الأخلاقية هي التي ولدت كل الأزمات التي تلتها في عملية دومينو. لما يتخلى المرء عن قيمه ولما يتخلى عن مبادئه ونزاهته في هذا الوضع، الفساد يعم من الأسفل إلى الأعلى في عملية عرضية وعمودية. ولذلك ربما إعادة النظر في بعض القوانين التي تسير حياة هذه المؤسسات وحياة المواطن تعود في الأساس إلى مدى حنكة البرلماني المستقبلي. هل نحن نريد برلماني لديه كفاءة في مجال معين وكفاءة؟ نحن طرح هذا السؤال في مرحلة المركنتيلية، أسكن فولون اون تيت بيان بلين و اون تيت بيان فات. نحن بحاجة إلى رأس تساعد في التفكير ولها هذا المجال واسع، معناها لا تبقى حابسة التخصص معين، بل لديها إمكانية التجاوب والتفاعل الإيجابي مع مجموعة من المتغيرات. المعطى الحقيقي للوضع القائم من خلال جرد كل المعلومات التي تخص إمكانات الدولة البشرية المادية والمالية والمعلوماتية من خلال التجارب. مع الأسف نحن لم نرافق مجموعة من العمليات أو الظواهر السابقة بدراسات لائقة كان من شأنها أن تؤدي الغرض في تصور مستقبلي، لكن ليس هذا بعيدا عن النخبة التي لديها على الأقل على مستوى الجامعة في تدارك هذا الشيء من خلال توجيه ربما المذكرات ورسائل الجامعية في الدراسات التي تساعد صاحب القرار في اتخاذ القرار اللازم الذي يعود بالخير ويعم على الجميع. صاحب القرار من هو؟ سيكون غدا هذا البرلماني الذي ينتخب، سيمثل جزء من الهيئة التنفيذية، وبالتالي يجب في إحسان أو في حسن الاختيار لهذه هؤلاء المترشحين هو الكفيل بتصورات المستقبل، لأنه الدور المقبل الذي نحن ننتظره من هذه الهيئة أولا سوف نشهد ربما حالة جديدة. على أساس أن خريطة سياسية جديدة سوف تظهر بعد هذه الانتخابات مهما كان طب. حتى وإن كانت أحزاب ربما تقليدية تعود إلى الواجهة، إلا أننا سنشهد تغيير جذري في الخريطة السياسية، هذا من جهة. ثانيا يجب
لأن الدور أيضا لهذا البرلمان سوف يكون في سن القوانين العضوية الباقية والتنفيذية بالنسبة لجميع القطاعات التي سبق وذكرناها. نعم. نروح إلى الآن الاختصاص الرقابي على عمل الحكومة، وهو ما يمارسه الشعب في الحقيقة عبر ممثليه، ما يعطي مكانة قوية للمجلس الشعبي الوطني. وفي الواقع هي أحكام قانونية كانت تسمح بذلك من قبل، لكن لم تفعل أبدا للأسف، لأنه كان ما فيش اهتمام يعني بهذا الشأن، وكل مهتم بمصالح الذاتية، يعني ليس للتشخيص بل على العموم. هنا نتحدث عن تفعيل صلاحيات الاستجواب، ملتمس الرقابة، وكذا لجان التحقيق. شوفي، أنا نظن بلي الكوستا اللي درتيه هو واقعي صح، يعني لكن خليني باش نكون شوية منصفين. أنا نظن بلي التوجه العام الذي كان آنذاك داخل المجتمع وداخل النظام السياسي كان هو هذا التوجه. نعم. أي تغليب السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، هذه حقيقة يعني صح. سياسية موجودة صح. حتى كنا استعملوا كلمة تغول السلطة. نعم. التنفيذية. نعم. إعلاميين استعملوا مصطلح تغول السلطة، وحتى بعض السياسيين في خطاباتهم يستعملون هذا المصطلح. هذا منين جاي؟ قلت كانت إرادة إرادة عامة سياسية على مستوى منظومة الحكم. لكن لما نرجع للدستور، خاصة خلينا نتكلموا، احنا نتكلموا على المستقبل لانه التشخيص نظن كنا متفقين فيه ولازم نخرجوا، لازم التشخيص هو بغرض الانطلاقة جديدة على اسس سليمة ومتينة تمكن فعلا الشعب من ممارسة سيادته من خلال هؤلاء النواب. الزميل ذكر كلمة المرافقة للحكومة، حقيقة الدستور ما يستعملش هذا المصطلح لانه المرافقة توحي وكأنها ولا فيه ولا اساسا وأن النائب هو محكوم، هو مغلوب على أمره. الدستور استعمل، لما نرجع للمادة 115 استعمل مراقبة البرلمان وعلى وجه التحديد المجلس الشعبي الوطني لعمل الحكومة، وضع مجموعة من الآليات الدستورية والقانونية التي من خلالها يتم تجسيد هذه المراقبة. أولى هذه الآليات واش؟ لنفصله هنا ولو بإيجاز شديد. مخطط عمل الحكومة. معنى مخطط عمل الحكومة أنه إذا كان تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة هو من صلاحية السيد رئيس الجمهورية، إلا أن هذا الأخير لا يستطيع أن يباشر مهامه إلا بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمله إذا كنا في ظل الوزير الأول، أو على برنامج حكومته إذا كنا في ظل الأغلبية البرلمانية. وهذه الوسيلة، هذه الآلية، هي آلية أساسية وفعالة في يد المجلس الشعبي الوطني في مواجهة الحكومة. بعبارة أخرى، إذا شاف النواب الشعب بأنه هذا البرنامج المقترح عليهم، هذا المخطط المقترح عليهم لا يفي بالحاجات، غير عادلين، غير منصف، لا يغطي جميع الطلب الوطني، لا يقوم بعملية توزيع عادلة للدخل القومي، لا 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 إلى غير ذلك، بإمكانهم أن يقوموا بإدخال التعديلات اللازمة. وفي حالة ما إذا الحكومة رفض، إذا يعني المعني بالأمر لم يستجب، بإمكانهم أن يصوتوا بلا. واحد. اثنين، بيان السياسة العامة. الدستور ما اكتفاش فقط بمخطط عام الحكومة، بل ألزم الحكومة بأن تقوم سنويا بتقديم بيان عن ما تم تنفيذه من خلال هذا المخطط الذي صدق عليه البرلمان، والذي تم تجزئته لمخططات سنوية. قال أنتم وعدتونا بهذه وهذه وهذه، وريونا واش تم يعني تنفيذه واش ما تمش تنفيذه. تقييم سنوي. وبإمكان البرلمان والمجلس الشعبي الوطني على وجه التحديد في هذه الحالة أن يحرك ملتمس الرقابة في حالة ما إذا لم يكن التقرير مقنعا لهم. ليس هذا فقط، بل أيضا يمكننا أن نتحدث عن ملتمس الرقابة في هذا المجال. إذا البرلمان بعد مناقشة عامة تبين له بأن هذه الحكومة لم تفي بالتزاماتها، لم تفي بوعودها، لم تقم بتجسيد هذا البرنامج ميدانيا، ولم تقدم المبررات الكافية، بإمكانه أن يحرك ملتمس الرقابة طبقا للطرق والإجراءات المحددة. ليس هذا فقط، بل أيضا ملتمس التصويت بالثقة، آلية من الآليات التي وضعها الدستور بالنسبة أيضا للحكومة أنها في حالة وجود أزمة سياسية. إذن في النهاية واش نقول؟ بالإضافة طبعا إلى إنشاء لجان للتحقيق، بالإضافة إلى حق السؤال سواء كان شفويا أو كتابيا، حق الاستجواب. إذن الدستور وضعنا مجموعة من الآليات في حالة استعمالها استعمالا عقلانيا وموضوعيا ومنطقيا من قبل هؤلاء النواب،
بإمكانهم أن يخضعوا هذه السلطة التنفيذية لإرادتهم التي هي في حقيقة الأمر الإرادة العملية مجموعة هيئة الناخبين. لكن السؤال المطروح هو هل وهذا هل إذا تكلموا عن السابقين نواب السابقين السؤال الجيد أنا هل التشكيلة المنتظرة لهذا المجلس المنتظر كمجلس تغييري ستكون في مستوى هذه التحديات وفي مستوى هذه الطموحات وتقوم بتفعيل هذه الآليات القانونية ذلك. أنا خليني نقول لك برك نفتح قوسين وباختصار شديد نعم للتشبيب ولكن أيضا نعم للكفاءة نعم للخبرة نعم للتجربة نعم للممارسة لأن العمل التشريعي ليس عملا بسيطا ليس وإنما يحتاج إلى تكوين إلى مؤهلات إلى تجربة إلى خبرة إلى حنكة و لست أدري وأنا هنا لست متشائما وإنما من حقي كباحث أن أدرس أن أطرح مثل هذه التساؤلات أو الانشغالات بالفعل. والبرنامج يعني أساسا يعني تناول هذا الموضوع من أجل شرح هذه المهام الدستورية وكبر وثقل هذا المسؤولية مهم جدا. نعم تفضل معك. صحيح ربما نتحدث يعني باش في نفس السياق أيضا من منطلق تعزيز مكانة السلطة التشريعية لأنه ما بقلناش وقت كثير يعني الدستور الجديد أعطى المعارضة دورا فعالا يضمن لها المشاركة أيضا هذا مهم جدا المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة أيضا وكذلك ترقية العمل السياسي الدبلوماسي. فما هي أهمية هذا العامل اللي يمكن أن يفعل فعلا دور المعارضة ويحدث ربما توازن حتى في المجلس الشعبي الوطني؟ صحيح. بالإضافة إلى ما قاله الأستاذ ربما عند الحديث من ناحية العملية والسياسية نبتعد عن الجانب النظري القانوني وصحيح ربما كل ما ذكر لكن عند الممارسة يجب أن نعلم أن مفهوم المرافقة هو المرافقة والمراقبة بغض النظر عن من سيسن القانون سواء كان النواب أو الهدف هو أننا نصل إلى وضع قانون يتماشى وطبيعة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة أو رئيس الجمهورية. في هذا الحال عند الممارسة لا يكفي أن تكون هناك نزاهة وكفاءة إذا كانت كلها معارضة لبرنامج الحكومة المقدم وهنا يمكن أنه قال قوانين تسن أو توضع ولها ربما قيمتها ويمكن رفضها على مستوى البرلمان. هذا ما أقدم عليه ربما في الممارسات السابقة إلى تمييع الدور البرلماني وإلى اختيار ربما تشكيلة برلمانية ذات كفاءة متوسطة أو أقل من ذلك بحيث أن الهيئة التنفيذية سيطرت على الأقل ضمنت ولاء الهيئة التشريعية وكانت متأكدة أنها ستمرر كل قوانينها. وهنا ربما نشير إلى دور المعارضة اللي أخذ جزء كبير ومهم جدا في الدستور الجديد لتفعيل دور المعارضة اللي يمكن أن ينسينا في عهد الولاءات هذا يعني مهم جدا. هذا الجزء الثاني الذي كنت سأصل إليه إن المشكل المطروح لما بغض النظر عن الكفاءة البرلمان إذا كانت كلها لها ولاء للأغلبية وتميل إلى كفة الحكومة فسوف تمرر قوانينها كما يحلو لها في غياب معارضة فعالة وعلى الأقل معارضة لها القدرة أنها تتصدى لمثل هكذا قوانين. لذلك أظن أنه اليوم سنشهد ربما فسيفساء في على مستوى البرلمان لكن على الأقل يمكن القول أن الكل الذي سيكون في هيئة البرلمان هو يعي الدور الذي سوف يلعبه خاصة بالنسبة للذين انتخبوه وبالتالي سوف يكون من الصعب على الحكومة تمرير قوانين إن لم تكن لديها الدراسة الكافية التي تخدم مصلحة الوطن مصلحة الحكومة ومصلحة المواطن. إذا سمحت لي الأخت تفضل طبعا نتفاعل مع الأستاذ في هذا. أنا نظن بلي المادة 116 من الدستور الساري المفعول بعد المراجعة واضحة. لماذا؟ لأنها أعطت للمعارضة ومكنتها من مجموعة من الحقوق حتى تقوم بعملها كاملا داخل البرلمان. ما لازمش يكون عندنا المنظور هذاك السلبي للمعارضة. فعل نعم صح. بالعكس المعارضة السلبية. نعم أنا بالعكس لما نتعمق في دراسة هذه المادة نلقى بأن هناك مفهوم إيجابي لهذه المعارضة لأنه دور المعارضة وشنو هو؟
هو تقويم وتقييم عامل الأغلبية الموجودة داخل البرلمان حتى تقيها من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تكون نتائجها كارثية بالنسبة للمجتمع ككل. ولذلك في الدور حتى في جودة القوانين. ولذلك في الدور هنا دور المعارضة في منظور تعديلات 2020 هو دور إيجابي لهذه المعارضة داخل هذه الهيئات التشريعية باعتبارها كما قلنا تجسد الإرادة العامة لمجموع أفراد الشعب. هذا واحد. اثنين، لما نرجع أيضا للدستور نلقى بأنه وضع مجموعة من الآليات، مجموعة من الميكانيزمات لهذه المعارضة في حالة ما، في حال ما إذا أحسنت هذه المعارضة استعمال هذه الآليات لا محالة ستكون أو سيكون دورها دورا إيجابيا وتعطي قيمة إضافية للعمل التشريعي. من بين هذه نتكلم على حق مثلا، نتكلم على إلزام أن يكون التداول على رئاسة اللجان مثلا، هذا شيء جديد ما كانش موجود من قبل. ليس هذا فقط تخصيص حصة، عفوا جلسة شهرية بالتداول بين الغرفتين لمناقشة بعض القضايا وتوجيه بعض الأسئلة للهيئة التنفيذية. مجموعة من الآليات ربما المجال يتسع هنا لتعدادها، ولكنها أيضا تشكل، لأنه هنا تنت باش نكونوا منصفين، تشكل أدوات فعالة في حالة ما إذا أحسنت المعارضة المنتظرة داخل المجلس الشعبي الوطني استعمالها، فإنها ستضفي قيمة وإضافة نوعية على عمل هذه الهيئة التشريعية مستقبلا. دكتور، ربما هنا المعارضة أيضا يجب أن لا تقاطع بل أن تشارك وتساهم مدام عندها هذه الآليات القانونية التي تسمح لها أن تكون فاعلة فعلا، فعلى المعارضة أن لا تقاطع بل أن تساهم فعلا. نعم، أنت أعطى لها الدستور حتى حق اختار المحكمة الدستورية مستقبلا بأي نص حول مدى الدستورية عدم هذه الدستورية من خلال 50 نائبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني وثلاثين أو عشرين عضوا في مجلس الأمة إلى غير ذلك. لهذا احنا يجب أن نخرج من هذه المفاهيم. خليني نقول لك على مسؤوليتي البالية أن المعارضة دورها دائما كان دورا سلبيا تهديميا إلى غير ذلك، ويجب أن تنتقل من هذا الدور إلى إعطاء مفهوم جديد كدور بناء، كدور يأتي بقيمة إضافية لعمل الهيئة التشريعية من منطلق أن السلطة التشريعية تقوم بصنع القوانين وتراقب عمل الهيئة التنفيذية وبالتالي تقي هذه الأخيرة من الوقوع ربما في بعض الأخطاء. في جزئية دستورية تحدثنا عليها مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية، ما يحدد يعني فعلا مسؤولية نواب الشعب. الأمر يتعلق بتشكيلة الحكومة والتي يقودها إما وزير أول أو رئيس حكومة حسب الحالة. هنا يعني لما نعرف بأن الأمر مرتبط بنتائج الانتخابات التشريعية، يعني هنا أيضا نعود إلى مكانة المترشح ومكانة نائب الغد، يكون عارف بأنه يعني الأمر مصيري يتعلق ودور بحكومة ودور الناخب الوطن. يعني في الأخير سوف نتحدث عن الناخب الآن، يعني يجب أن يدرك المترشح نائب الغد يعني المسؤولية أنه حتى الحكومة بأغلبيتها يعني سوف تحدد ملامح ربما السلطة التنفيذية في الغد. طيب مثل هذا ربما كرونولوجية التفكير منذ بداية الحصة ونحن ربما نتدرج في الفكرة أنه جودة المنتخب هي التي سوف تعطي الجودة أولا للبرلمان وقيمة التشريع وقيمة المرافقة بين وحتى المراقبة وحتى تشكيلة الحكومة يعني. نعم، قلت في المرافقة بين المراقبة والتسهيل في عمل، لأنه في نهاية المطاف لما توضع ربما تأتي الحكومة ببرنامج معين وتطرحه أمام النواب هي مجبرة بالعودة إلى مدى تجسيد هذه البرامج وكيفية تجسيدها، وإن كانت هناك عقبات تحل سويا، ولا يمكن للحكومة كما كان في السابق أن تتغول على هيئة البرلمان وتدلي بدلوها وتسير الأشياء كما ترى. لكن في نفس الوقت أن الحكومة وفي أغلبيتها سوف تكون منبثقة من هذا البرلمان أو على الأقل من هؤلاء المنتخبين الذين سيمثلون الأغلبيات التي تمثلها، وهنا سنصل إلى جودة متكاملة ما بين جودة الحكومة وجودة البرلمان. نقدر نرجع إلى قرار تقليص عدد مقاعد البرلمان، هل هو إيجابي؟ ما هي الإيجابية في ذلك؟ هل هو أمر تنظيمي أكثر منه يعني في تسيير مهام البرلمان؟ هل يمكن تعطينا يعني تصور في هذا؟ شكرا
على هذا السؤال لأنه المفروض كنا نشيروا له في البداية، ولكن ما زال دائما كاين مكانته. كما هو معروف بأنه عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني تم تخفيضه من 462 إلى 407، يعني تقريبا 50 نائبا. نعم. وهذا من منطلق أنه في السابق كان كل 80,000 ناخب مواطن، عفوا مواطن، يمثلون بنائبين واحدين. الآن رفعنا العدد هذا إلى 120. أنا من وجهة نظري هذا التخفيض هذا هو تخفيض منطقي تفرضه الظروف والتسيير العقلاني لهذه الهيئة مستقبلا. بقى لي سؤال أخير، يعني إجابة سريعة ربما، لا يتعين أمام هذه، يعني أنه تحدثنا على مسؤولية المترشح، مسؤولية نائب المستقبل، لكن الآن تحدثوا على مسؤولية الناخب. نعم، مسؤولية التغيير التي سوف يؤديها المواطن اللي هو الناخب عبر صندوق الاقتراع، عبر الفعل الانتخابي في حد ذاته. أنا دعني أقول صراحة أنه الناخب مجبر، لأنه لا يلوم إلا نفسه غدا. الممارسات السابقة أحيانا في بعض المناطق لا تزال موجودة، وحتى أن هيئة المراقبة، السلطة الوطنية المستقلة، ربما وصلت إلى أكثر من 400 تجاوز في هنا وهناك. على الأقل اليوم نحن عانينا الكثير من المنتخبين الذين لا تتوفر فيهم أدنى الشروط على أن يكونوا برلمانيين. اليوم لا يمكن للناخب أن يبقى مكتوف الأيدي ويأتي غدا ويلوم ويبكي بكاء الأطلال. أنا أظن بلي راح نكون مختصر، أنا أظن بلي الكرة الآن في مرمى الناخب. واحد، علاش؟ لأنه أولا عندنا 2288 قائمة، ومن خلال هذه 2288 قائمة عندنا 22867 مترشح. إذن فعملية زايد عندنا نمط الاقتراع اللي تكلمنا عليه الجديد، الذي يمكن المواطن من عملية الاختيار الدقيقة، وبالتالي في المسؤولية هي في مرمى هذا المواطن. يجب على هذا المواطن أولا أن يذهب إلى، ما يقولش بلي أنا انتخبت ولا ما انتخبش، المجلس راح يخرج، أكيد المجلس راح يخرج، ولكن هذا المجلس يكون قويا بقوة مشاركة المواطن، واحد، واثنين يكون فعالا بعملية الاختيار التي يتحمل مسؤوليتها الناخب أساسا وكذا. فالناخب إذا أحسن الاختيار ستكون لا محالة تشكيلة في مستوى هذا الاختيار، أما إذا ساء الاختيار فعلي أن يتحمل تبعات ذلك. بالفعل. نعم، إذن أشكركم دكتور رشيد لوراري أستاذ في القانون الدستوري على كل هذه الإضافات والمعطيات. شكرا لك دكتور عبد القادر الصوفي أستاذ في علوم السياسة والعلاقة الدولية على كل هذه الإضافات. أشكر مخرجة الحصة عائشة حمصي، مشرف الحصة لطفي سلمي، ورئيس تحرير الحصص الخاصة زهر ميرطلة. أشكر الفريق التقني العامل معي. أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.